وضعت الحرب المستمرة لأكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان أكثر من 5 ملايين نسمة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وجعلت 18 مليونا يعانون من انعدام الغذاء الحاد وفق آخر إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. مقاطع صادمة أتت من السودان وهي تظهر جزءا صغيرا مما يعيشه السودانيون القابعون تحت مطرقة الحرب، فمنهم من بدأ بأكل الحشرات والجراد. ايش تاكلون؟ هذا ايش؟ هذا جراد؟ ها؟ اشوف اعطيني جراد. هذا جراد. تشوفون الجراد ياكلنه؟ لا باكر، انا ملامي انا. ما حصلتوا اكل. ما حصلتوا الا الجراد. ومنهم من اضطر لأكل أوراق الأشجار بعد أن عجز عن تأمين قوت عائلته خلال رحلة النزوح وسط الصحراء. هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في البلاد منذ أزمة دارفور التي حدثت مطلع العقد الأول من القرن الحالي طالت 14 منطقة في مختلف أنحاء السودان، وقد تمتد إلى عموم البلاد حال تصاعد وتيرة الحرب بين طرفي الصراع، وتعد كلا من دارفور والخرطوم وكردفان وولاية الجزيرة أول المناطق التي قد يفارق فيها نحو 5% من سكان السودان الحياة بسبب الجوع في حال استمرار الوضع على ما هو عليه حتى نهاية عامنا الجاري. وعن الأسباب الرئيسية التي وضعت السودانيين على بعد خطوة من المجاعة هو تدهور القطاع الزراعي في البلاد بعد أن اضطر الكثير من المزارعين للنزوح وترك أراضيهم هربا من المعارك، حيث باتت مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية خارج دائرة الإنتاج الزراعية، الأمر الذي عمق من دائرة انعدام الأمن الغذائي الذي كان يعاني منه السودانيون أصلاً قبل اندلاع الحرب. خبراء في الأمم المتحدة اتهموا طرفي النزاع في السودان باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، كما تلاحق الاتهامات عدة حكومات حول العالم والتواطؤ في مجاعة السودانيين نتيجة تقديم الدعم العسكري والأسلحة لكلا طرفي الصراع. كل هذا يأتي في وقت تعجز فيه المنظمات العالمية والإنسانية عن الوصول للسودانيين الذين يتضورون جوعاً، لا سيما وأن إدارة الأمن الغذائي في وزارة الزراعة السودانية لم تعترف إلى الآن بكارثية الوضع الغذائي في البلاد، وترى أن الأمم المتحدة فاشلة في التعامل مع أزمات الجوع حول العالم. وطلبنا من المنظمات أن بالإضافة للغذاء بيدخل. وأخيرا فإن التوصيف الواضح لما يجري في السودان اليوم دون تهويل أو تقليل من خطورة الحدث هو أن الشعب السوداني بات يقع تحت وطأة حرب قد تزيل البلاد من الخارطة وتقتلع السودانيين من أرضهم وذاكرتهم التاريخية، وقد تمحو في حال تصاعدها كل رمز أو سجل أو حتى دلالة مكتوبة تشير إلى أنه كان هناك بلد اسمه السودان وقد مات سكانه جوعاً في زمن التطور والحضارة والتكنولوجيا.